الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. في إطار مشروع تعميم المعرفة، هذا هو المقطع 21 بعد 100، الدرس 20 في الاقتصاد الجزئي تحت عنوان نظرية المنفعة، الجزء الأول Utility Theory Part Number 1. أرجو أن يكون فيه الفائدة لكافة أحبتنا الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية المجانية. نبدأ على بركة الله ببعض الأفكار البسيطة والأساسيات. نقول يستهلك الإنسان السلع المختلفة من أجل أن يشبع رغباته المتعددة، وكلما زاد عدد السلع التي يواجهها ويتعرف عليها في حياته تزيد رغباته تعددا وتشعبا، وهو كمن يصعد من فضاء إلى فضاء أرحب ولا تبدو أمامه آفاق محدودة. هناك مسألة هامة لابد من إجابة عليها، تتلخص في السؤال البسيط: ما هي العلاقة بين الطلب من جهة والرغبة من جهة أخرى؟ لكن سنربطها بواسطة نظريتي الطلب demand theory والمنفعة اللي هي utility theory. إذن هناك علاقة إن شاء الله وطيدة بين الطلب من جهة والمنفعة من جهة أخرى. في سبيل ترسيخ هذه المسألة نذكر بالسؤال التقليدي الذي عادة ما يطرحه بعض الطلبة أو بعض الأشخاص العاديين من عامة الناس، وهو كما يلي: يستطيع الإنسان أن يعيش بدون ذهب أو فضة، لكنه لا يستطيع أن يعيش بدون ماء، فلماذا سعر الذهب والفضة أعلى من سعر الماء؟ سؤال بسيط لكنه مهم جدا جدا في سبيل إدراكنا وفهمنا لنظرية المنفعة. كي نتمكن من الإجابة على هذا السؤال لابد من وضع الأساسات المنطقية لسلوك الفرد الإنسان consumer behavior أو individual behavior أو human behavior، والافتراضات طبعا لابد من أن نستند يعني بالإجابة على هذا السؤال حول سلوك الفرد الإنسان نستند إلى أساسيات وافتراضات عقلية التي بدونها يغدو جوابنا غير معلل من الناحية المعرفية. نبدأ بالأساسيات. الفرضيات الأساسية اللي basic assumptions، تعتبر هذه الفرضيات التي سنذكرها يعني لاحقا إن شاء الله أدوات منهجية تساعدنا في فهم سلوك الفرد وتفسير النتيجة العقلية التي يتوصل إليها في تعامله مع السلع التي يستهلكها. أول افتراض نستند إليه هو منطقي جدا، بأن إمكانيات الفرد مستمدة من إمكانيات المجتمع الذي يعيش فيه، وحيث أن إمكانيات أي مجتمع مهما كان ثريا أو فقيرا، كبيرا أو صغيرا، عظيما أو حقيرا، هذا المجتمع إمكانياته محدودة، وبالتالي بالمنطق لابد أن تكون إمكانيات الفرد محدودة، وبالتالي فإن قدرته مين نذكر هنا قدرة الفرد على امتلاك واستهلاك السلع مرهونة بقدرته المالية. فإذا امتلك فرد ما 100 دينار على سبيل المثال، فإن قدرته على امتلاك واستهلاك السلع محددة بالمئة دينار، وإذا امتلك 1000 دينار فإن قدرته على امتلاك واستهلاك السلع محددة بال1000 دينار، وهكذا، حيث سمى الحد الذي يقيد قدرة الفرد على الشراء بحيث لا يستطيع أن يتجاوز هذا الحد، هذا نسميه قيد الدخل أو قيد الموازنة income or budget constraint، وهو ما سأبينه لاحقا. إذا الآن لابد من مصطلحات نفهمها. قيد الدخل أو قيد الموازنة هو المبلغ من المال أو الموارد الذي لا يستطيع الفرد الإنسان أن يتجاوزه في إنفاقه على السلع المختلفة. الفرضية الثانية: هناك مجموعة ممكنة من السلع التي يمكن للفرد أن يتصرف في فضائها حسب ما تمليه. مجموعة ممكن في سبيل السلع، هناك عندي عدد كبير جدا 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 من السلع، لكن لا يستطيع الإنسان أن يمتلك عدد لا نهائي من السلع أو كبير جدا، ومن إمكانياته في إطار قيد الدخل وقيد الموازنة يتصرف. هذه المجموعة من السلع نسميها المجموعة الممكنة أو feasible set، التي يمكن للفرد أن يتصرف في فضائها حسب ما تمليه إمكانياته المالية اللي هو قيد الموازنة قدر، طبعا بالتعاون بين القيد وأسعار السلع. كل فرد، هنا فرضية أساسية ثالثة نسيت أن أضع الترقيم يعني أعتذر، كل فرد سبحان الله ربنا خلقنا بطبيعة نحب الأكثر على الكثير، القليل على الأقل،
نحب الأفضل على الجيد، ونحب أو نفضل السيء على الأسوأ. إذا كانت خياراتنا محصورة بالأكثر مقابل الكثير، محصورة بالقليل مقابل الأقل، الأفضل مقابل الجيد، السيء مقابل الأسوأ، فنختار دائما الجيد، الأفضل، الأكثر، السيء على الأسوأ، وهكذا. وليس هناك، طبعا هذه فرضية، ليس هناك حد للإشباع، non-satiation principle، وهو أحد الافتراضات التي لا يمكن أن تتطور النظرية الجزئية بدونها، أي أنها تنهار. طبعا مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: لو كان لابن آدم واديا من ذهب لتمنى على الله الثاني، وفي رواية أخرى: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى على الله الثالث. هذه كناية عن أن الإنسان يحب الأكثر على الأقل، أو الكثير على القليل، الأكثر على الكثير، وهكذا. وهو تأكيد على مبدأ عدم الإشباع الذي بدونه تنهار نظرية المنفعة برمتها، وتنهار النظرية الاقتصادية الجزئية، مايكرو-إيكونوميك ثيوري. الافتراض الرابع: كل فرد عقلاني. هنا نفترض الإنسان عقلاني، أي بمعنى آخر يفكر، إضافة إلى أن لديه هدف يسعى من أجل تحقيق هذا الهدف. طبعا عندما نتحدث عن الفرد الإنسان في إطار الاقتصاد، يسعى من أجل تحقيق أعظم منفعة ممكنة من خلال استهلاكه لتوليفة السلع التي تعظم سعادته أو منفعته. التوليف المقصود فيها مجموعة السلع التي يختارها، التي ذكرناها قبل قليل، اللي هي المجموعة الممكنة. فعندي الآن مفروض عليه أسعار هذه السلع، وعنده كم محدود من القدرة المالية، فلا بد من أن يختار التوليف التي تعظم سعادته، إشباعه، منفعته، نسميها باللغة هاي. وأنه لا يمكن أن يتناقض مع نفسه بالمعنى التالي: لو افترضنا وجود ثلاث سلع هي X وY وZ، وأن المستهلك على سبيل المثال يحب X أكثر من Y، ويحب Y أكثر من Z، فإن المنطق يفرض على هذا الإنسان أن يحب X أكثر من Z، يحب X أكثر من Z، وهي بدهية. هذه طبعا العلاقة بدهية، تسمى بدهية الانتقالية، Axiom of Transitivity، أي أن شدة الرغبة بين السلع انتقالية من الأعلى إلى الأدنى. دعنا نبدأ بالقصة الخيالية التالية. هناك شخص اسمه كريم، يحب كريم الطعام الإيطالي بشكل كبير. من عادته دعوة أصحابه إلى مطعم البيتزا القريب من منزله لتناول شرائح البيتزا معه. في ذات يوم أعلن مطعم البيتزا عن تخفيض كبير في سعر بيع البيتزا من أي نوع. فقد قرأ كريم الإعلان الذي وضعه المطعم في الصحيفة المحلية، وكان نصه كما يلي: تناول ما شئت من البيتزا بدينار فقط. وذكره ذلك الإعلان بطريقة بعض المطاعم التي تبيع الطعام مهما كانت كميته بأسعار زهيدة، شريطة أن يتم أكل الطعام داخل المطعم، وهي ما تسمى بالعرف الأوروبي سمورغزبورد، اللي هي طبعا منشأ هذه الكلمة وهذا المصطلح السويد، السويدي الأصل. فرح طبعا كريم للخبر، وقرر كعادته أن يدعو أصحابه إلى المطعم، وكان في نيته أن يملأ بطنه من كل ما تشتهي نفسه من البيتزا. يقر كريم، هنا شيء مهم جدا، يقر كريم في نفسه أن المتعة اللي هي السعادة، المنفعة، الإشباع، نفس المعاني، المعاني ذاتها مترادفات. هذه المتعة أو السعادة والمنفعة والإشباع التي يستمدها من أكل شرائح البيتزا تتزايد كلما زاد استهلاكه منها، لكن كل شريحة إضافية يأكلها تزيد في نفسه منفعة إضافية أقل من الشريحة التي سبقتها. هذا يذكرنا بالشخص اللي في الصحراء وقارب على العطش، يعني على الهلاك من قلة الماء، فوجد ماء. أول كوب من الماء يستهلكه بكون كمية الإشباع والمنفعة أو الفائدة التي تحققت أو السعادة التي استمدها من أول كوب تكون عظيمة جدا جدا، قد تكون لا نهائية. لكن الكوب الثاني يضيف إلى سعادته أقل، الكوب الثالث أقل، ثم أقل، حتى يصل إلى مرحلة أنه لا أحتاج. من أجل توضيح ذلك، دعنا نتصور أن المنفعة تقاس بوحدات خاصة نفسية،
إنها افتراض تسمى الواحدة منها وحدها وحدة منفعة يوتايل يوتايل وحدة منفعة. طبعا صنف الاقتصاديون مبدأ المنفعة تحت عنوانين رئيسيين أو رئيسين، المنفعة الأصيلة الحقيقية cardinal utility والمنفعة التراتبية ordinal utility. ودافع عن مبدأ المنفعة الأصيلة من ظن بأنها قابلة للقياس الفعلي كبعض المتغيرات المألوفة البشر مثل الطول والعرض والارتفاع، ولها مرجعية حقيقية هي الصفر، وبناء على ذلك لا يعقل أن نتخيل منفعة سالبة. أي إذا أتينا على ما يسمى المنفعة الأصيلة الحقيقية اللي هي كأنما نقيس الضغط والطول والعرض وهكذا. أما المدافعون عن المبدأ التراتبي فهم من ظنوا بها مجرد حالة نفسية يلصقها الفرد بالأشياء التي يرغب بها ويستمد منفعة أعلى من السلع التي يرغب بها أكثر. ولذلك فإن ترتيب الأشياء ترتيب الأشياء حسب أهميتها ورغبتها من قبل الفرد هي مصدر المنفعة وقوتها. وهذا الرأي الأخير هو السائد في النظرية الجزئية الكلاسيكية الجديدة نيو كلاسيكال مايكرو إيكونوميك ثيوري وإلى هذه اللحظة. لنفترض أن الجدول الآتي يحتوي عدد شرائح البيتزا التي أكلها كريم ويرمز لها بالرمز كيو سب اكس، كمية البيتزا والأكس هي البيتزا، فهنا الكمية من البيتزا يقابلها العدد الكلي لوحدات المنفعة توتال يوتيليتي كما ذكرت، كأنه يعني بدنا يعني نفترض أنه بنقدر نقيسها التي استمدها من الشرائح كلها ويرمز لها بالرمز تي سب يو اللي هي توتال يوتيليتي من الاكس اللي هي شرائح البيتزا. الان هذه الشرائح لو انه عندي طبعا نبدا بصفر 1 2 3 وهكذا الى 11، التوتال يوتيليتي المنفعه الكليه استمدها اذا كان صفر فهي صفر. عندما استهلك وحده واحده او شريحه واحده من البيتزا كانت المنفعه الكليه 50 وحده، شريحتين أصبحت المنفعة الكلية 95، إذا استهلك ثلاث شرائح فالمنفعة الكلية بتكون 135 وحدة منفعة، إلى أن انتهينا إذا كانت 11 شريحة فبكون مجموع المنفعة الكلية 275. نكمل بإذن الله. عند التدقيق في بيانات الجدول والشكل أدنى الجدول ندرك بأن المنفعة الكلية تتزايد، لاحظوا المنفعة الكلية من 0 50 95 وهكذا إلى انتهينا 275، تتزايد مع زيادة الكمية التي يأكلها 0 1 2 3 وهكذا 11 يأكلها من الشرح. لكننا نرى في الوقت نفسه أن كل شريحة إضافية تزيد على المنفعة الكلية كمية متناقصة من المنفعة، أي أن المنفعة الإضافية تتناقص. نلاحظ هنا هذا الرسم البياني، عندي هنا شرائح البيتزا على المحور الأفقي، على المحور العمودي المنفعة الكلية وحدات المنفعة الكلية، فهذا المنحنى موجب الميل عماله يرتفع، لكن ارتفاعه بتناقص بتباطؤ ينخفض ارتفاعه شيئا فشيئا. طبعا سأفسر ذلك بعد قليل إن شاء الله. فالآن لو حسبنا الفرق بين ما تضيفه كل شريحة من البيتزا والشريحة التي قبلها أو قبلها على المنفعة الكلية لوجدنا أنها تتناقص بمعدل 5 وحدات. طبعا هنا اخترت الأرقام عشوائية لكن بالصدفة طلع عندي كأنه يعني المنفعة الحدية أو راح أشرحها بعد قليل، هذه المنفعة الإضافية تتناقص بمقدار 5 وحدات، وهذا ما يوضح الجدول والشكل الأدنى حيث ترمز كيو سب اكس لعدد شرائح البيتزا كما ذكرت سابقا، هي شرائح البيتزا 0 1 2 وهكذا حتى ننتهي ب 11، هذه المنفعه الكليه توتال يوتيليتي من 0 50 50 الى 275، لكن الاضافه الوحده الاولى اضافت 50 وحده، الوحده الثانيه وليس وحده، لا اتكلم عن وحدتين اتكلم عن الوحده الثانيه، اذا بتكلم عن وحدتين فالتوتال يوتيليتي كان او المنفعه الكليه كانت 95، لكن الوحده الثانيه اضافت 45، الوحدة الثالثة أضافت 40، 3 وحدات أعطوني 135 وهكذا. إذن الآن عندي الآن المارجن يوتيليتي أو خلينا نقول حي ترمز كيو سب أكس لعدد شرائح البيتزا اللي يستهلكها كريم، والتي سب تي يو سب أكس اللي هي توتال يوتيليتي العدد
الكلي وحدات المنفعة، أي المنفعة الكلية total utility، وأم يوصب أس لوحدات المنفعة الإضافية اللي هي margin utility، وهي ما يطلق عليها أعتذر عن هذا الخط الطباعي، يطلق عليها الاقتصاديون المنفعة الحدية، هاي margin utility، هذه هي قديش كل وحدة إضافية أعطتني وحدات منفعة إضافية. هذا المنحنى الآن يمثل ما يسمى بالمارجن يوتيليتي أو المنفعة الحدية. عندي هون عدد الشرائح، كل وحدة إضافية أعطتني إضافة، أول وحدة أعطتني 50 وحدة إضافية على التوتال يوتيليتي. الوحدة الثانية ليس وحدتين، أتحدث عن الوحدة الثانية، أعطتني 45 وحدة. الوحدة الثالثة أعطتني 40 وحدة، وهكذا إلى أن أنتهي بالوحدة الحادية عشرة التي لم تعطي أي شيء، لم تضف إلى التوتال يوتيليتي أي شيء، فصفر الآن المارجن يوتيليتي. الآن ما نقرأ من الجدول أن الشريحة الأولى أضافت 50، الشريحة الأولى أضافت 50 وحدة منفعة، وأضافت الثانية 45، وأضافت الثالثة 40، لاحظ، وهكذا حتى نصل إلى الوحدة الحادية عشرة، هذه هي الآن التي لم تضف إلى المنفعة، إلى منفعته منفعة كريم أي شيء يذكر ولو من ناحية نظرية. لا أتحدث عن كمية الشرائح، يعني شريحة واحدة هون شريحتان، ثلاثة شرائح، ثلاث شرائح، أربع شرائح، وهكذا. أتحدث عن كل وحدة إضافية من الشرائح تسمى وحدات المنفعة الإضافية، هذه المنفعة التي يصنعها الاستهلاك المتزايد من السلعة المنفعة الحدية marginal utility اختصارها MU، وهي متحصلة أصلا من المنفعة الكلية total utility TU التي يصنعها الاستهلاك المتواتر المتكرر من السلعة. وقد استخلص الاقتصاديون من هذه العلاقة قانونا طبيعيا اسموه قانون تناقص المنفعة الحدية Law of Diminishing Marginal Utility، وينص على أن المنفعة الحدية The Marginal Utility، هذه المنفعة الحدية المستمدة من سلعة ما تتناقص، لاحظوا لي تتناقص، كلما زاد الاستهلاك من السلعة، هنا بيزداد هنا يزداد الاستهلاك من السلعة، شريحة واحدة، شريحتان، ثلاث شرائح، أربعة، وهكذا 11 شريحة، لكن التوتال يوتيليتي عماله يرتفع، يزداد، لكن الإضافة المنفعة الحدية تتناقص تدريجيا. طبعا هذه الظاهرة تطبق في كثير من الأشياء وتعتبر مسوغا لبعض السياسات الأهم، ومنها الضريبة التصاعدية على الدخل، الذي إن شاء الله سأشرح هذا المبدأ في مقاطع مقبلة بإذن الله تعالى. الآن كيف يمكن لكريم أن يعظم منفعته؟ تعظيم المنفعة utility maximization. تنظر نظرية الاقتصاد الجزئي إلى أن تعظيم المنفعة من الاستهلاك من أي قبل أي شخص إلا إذا كان غير عقلاني، تعظيم يعتبر هدفا جوهريا للمستهلك، وتنبني عملية تعظيم هذه على الفرضيات التي بيناها سابقا، منها العقلانية، منها إنه non-satiation عدم الإشباع، منها أنه إمكانياته محدودة هذا الفرد، وهكذا، وعلى فهم طبعا الآلية التي يلجأ إليها الفرد. قد يسأل أي منا سؤالا بسيطا، ما الذي يمكن أن يشتريه بواحدة من وحدات العملة، دينار أو جنيه أو درهم؟ والإجابة على هذا السؤال البسيط يقودنا إلى فهم بسيط لعملية تعظيم المنفعة. في سبيل إدراك ذلك، دعنا نفترض بأن السيد كريم يحب عصير البرتقال مع أكل شرائح البيتزا، لنرمز لعصير البرتقال بالرمز Y، ولنفترض أن سعر شريحة البيتزا 1.5 دينار، دينار ونصف، أي أن piece of X اللي هي price of X، هذه price لشريحة البيتزا تساوي دينار ونصف، وسعر العصير دينار وربع، أي أن P sub Y تساوي دينار 1.25، وأن جدول المنفعة الكلية التي يستمدها كريم من البيتزا كان كما يلي. الآن هذا الجدول، هاي الآن كمية شرائح البيتزا التي يستهلكها، هاي المنفعة الكلية التي يستهلكها، هاي كمية عصير البرتقال الذي يستهلكه، وهاي المنفعة الكلية التي يستهلكها على سبيل المثال طبعا.
لاحظوا انه المنفعة الكلية تتزايد كلما زادت كمية البيتزا، والمنفعة الكلية من عصير البرتقال تتزايد كلما زادت كمية البرتقال التي يستهلكها. الآن يمكننا تخيل الكريم وكأنه يصعد نحو قمة جبل أو تل كما في الشكل الأدنى. هذا الشكل الآن عندي على المحور اليمين، الأفق اليمين، كمية عصير البرتقال 0 1 2 3 وهكذا، وعلى المحور الأفقي الأيسر بدينا بشريحة واحدة، شريحتان، ثلاث شرائح وهكذا، شرائح البيتزا. لكن على المحور العمودي أوكي في الارتفاع بعطيني كمية المنفعة الكلية التي يستمدها من استهلاك من هنا ومن هنا. طبعا يسمى هذا الشكل تل المنفعة، هذا هو تل، لاحظوا لي هو جاي منبعج إلى الأعلى، وطبعا نفترض أنه يعني ليس له نهاية عظمى. تل المنفعة utility hill، وهو تعبير بياني عن تعظيم المنفعة المستمدة من استهلاك السلع. وعلى هذا التل يستطيع كريم أن يصعد من جهة اليمين، ومن جهة اليمين حيث يزيد استهلاكه من العصير، ومن جهة اليسار الأفقية حيث يزيد استهلاكه من شرائح البيتزا. وكلما صعد خطوة إلى اليمين أو إلى اليسار زادت المنفعة الكلية التي يحصل عليها كريم، لكنه في جميع الأحوال لابد له أن يتوقف في مكان ما، والسؤال أين يتوقف. طبعا أذكركم بالقيد، بأن هناك أسعار مفروضة على السلعتين، وهناك قيد الدخل أو الموازنة نسميه budget constraint أو income constraint المفروض عليه. نكمل بإذن الله. إذا عدنا إلى السؤال الأسبق أعلاه وعدلناه ليصبح النحو التالي: ما هو عدد وحدات المنفعة الحدية التي يستطيع كريم أن يشتريه من كل سلعة؟ طبعا بالدينار. كم الآن، كم وحدة منفعة حدية يستطيع كريم أن يشتري من كل سلعة بوحدة العملة بالدينار بالدولار وهكذا؟ لو أن الدينار الذي ينفق كريم على البيتزا يجلب له منفعة أو فائدة إضافية أكثر مما لو تم إنفاقه على العصير، لكان قرار كريم أن ينفق على البيتزا. شيء منطقي أنه هاي بعطيني منفعة أو سعادة أو إشباع أكثر فبختارها. والعكس صحيح، أي إذا كان الدينار الذي ينفقه على العصير يجلب له منفعة إضافية أكثر مما يجلبه لو تم إنفاقه على البيتزا، لكان قرار كريم بأن يتم إنفاقه على العصير. شيء منطقي. في سياق ذلك دعنا يعني نضرب المثال البسيط التالي من طبيعة حياة الطلبة. تذكر كريم أنه واجه خلال الأسبوع الماضي ضيقا في الوقت المتاح كي يدرس للامتحان النهائي أو الامتحانات النهائية في مساقي الاقتصاد الجزئي ومحاسبة التكاليف، ولم يكن أمامه متسعا من الوقت ليعطي المساقين ما يستحقانه من جهد، وفكر أين ينفق ما تبقى من زمن. واستنتج أخيرا بأن الساعة التي يقضيها على دراسة الاقتصاد الجزئي ستحسن علامته النهائية بمقدار 20 نقطة إضافية. يعني هسه المعدل النهائي إذا الساعة ما تبقى له من وقت كل ساعة بنفقه على الاقتصاد الجزئي ستحسن علامته النهائية بكل المساقات بمقدار 20 نقطة. إذا كان معدله 50 يصبح 70، إذا كان 80 يصبح 100 على سبيل المثال. في حين لو خصصت الساعة هاي لدراسة مساق محاسبة التكاليف لحسنت علاماته النهائية أو علاماته النهائية بمقدار 10 نقاط فقط. إذن القرار العقلاني ماذا؟ قرر أن يخصص الساعة الأخيرة لدراسة مساق الاقتصاد الجزئي، فارتفعت علامته النهائية متوقعة بمقدار 25 نقطة. هيك توقع زادت 25 نقطة. في نفس السياق الموضح على يعني نرجع الآن لمثال البيتزا وعصير البرتقال، في نفس السياق الموضح سيظل كريم يجرب كما يأتي: هذا الدينار جلب لي منفعة إضافية أكثر في البيتزا وسأقوم باستهلاك المزيد منها، ولكن المنفعة الإضافية من البيتزا تتناقص كلما زاد استهلاكي منها، وذلك حسب قانون تناقص المنفعة الذي ذكرناه Law of Diminishing Margin Utility. نكمل. يستمر كريم بالتأمل: وهذا الدينار جلب لي منفعة إضافية أكثر في العصير
وسأقوم باستهلاك المزيد منه، لكن المنفعة الإضافية من العصير تتناقص كلما زاد استهلاكي منه. إذن أين أتوقف؟ من الطبيعي أن نتوقع الإجابة على السؤال البسيط، أعتذر عن الخطأ الطباعي، البسيط، وقد يخطر على بال واحد منا الجواب البسيط التالي: لما لا يتوقف كريم حيث تكون المنفعة الحدية لكل دينار ينفقه متساوية لكل السلع؟ الدينار الإضافي اللي بدي أنفقه بعطيني منفعة إضافية متساوية من البيتزا والعصير في هذه الحالة. دعنا نجرب هذا الرأي، لكن قبل أن نجرب علينا أن نقول وعلى هامش حديثنا عن كرم كريم، وهي مهمة جدا، مع أصحابه أنه تفقد جيبه فلم يجد فيه إلا 11 دينار وربع دينار، 11 دينار وربع، وقد شعر بشيء من الحرج خوفا من أن لا يكون معه ما يكفي لدفع ثمن شراء البيتزا وطبعا العصير، هنا المشروب هنا خطأ، العصير المقصود فيه. يمكننا الحصول على ما يشتريه الدينار الواحد من منفعة حدية من السلعتين بقسمة المنفعة الحدية لكل سلعة على سعرها. إذن الآن دعنا نرمز إلى سعر البيتزا كما ذكر سابقا ب P sub X، وكان طبعا P sub X يساوي دينار ونص كما ذكر، وسعر العصير ب P sub Y كان P sub Y يساوي دينار وربع. بناء على هاتين القيمتين يمكن حساب القيم المطلوبة وضعها في العمودين الأخيرين يمين من هذا الجدول. لاحظوه الآن، هذه كمية البيتزا، هذه الآن المنفعة الكلية من البيتزا، كل كمية لها منفعة كلية. هاي الآن المنافع الحدية، لاحظوا لي إذا استهلك صفر بيتزا فالمنفعة الكلية صفر، إذا استهلك وحدة واحدة المنفعة الكلية تساوي 50، إذا الوحدة الأولى أضافت 50 وحدة. إذا استهلك وحدتين من البيتزا فالمنفعة الكلية بتساوي 95 وحدة منفعة، لكن الوحدة الثانية يعني من هون لهون وحدة واحدة، فالوحدة الثانية أضافت 45، وهكذا. فمنلاحظ بأن الآن المارجن يوتيليتي تتناقص. عند الآن نيجي على العصير البرتقال، إذا استهلك صفر من عصير البرتقال فالتوتال يوتيليتي يساوي صفر أو المنفعة الكلية. إذا استهلك كأس واحد من عصير البرتقال فالمنفعة الكلية من البرتقال كانت 40، إذن الوحدة الأولى أضافت له 40 وحدة منفعة إضافية. إذا استهلك كأسين فالمنفعة الكلية أعطته 70، لكن الوحدة الثانية أو الكأس الثاني، وليس الكيسين، أتحدث عن الكأس الثاني، أعطاه 30 وحدة إضافية. وهكذا نرى ونستنتج بأن المنفعة الحدية تتناقص، المنفعة الكلية تتزايد، المنفعة الكلية تتزايد، المنفعة الكلية الحدية تتناقص. إذا قسمنا الآن المارجن يوتيليتي المنفعة الحدية على من شرائح البيتزا على سعر البيتزا، وقسمنا المارجن يوتيليتي لعصير البرتقال اللي هو المنفعة الحدية لعصير البرتقال على سعر البرتقال، نحصل على هذه القيم. السؤال: أين القيمتين المتشابهتين؟ نجد بأن كمية البرتقال التي يجب أن يشتريها، لاحظوا، 3 وحدات، وكمية البيتزا 5 وحدات، هي التي تجعل حاصل قسمة المنفعة الحدية من شرائح البيتزا على سعر البيتزا تساوي 20، وبتساوي كذلك الأمر المنفعة الحدية لعصير البرتقال على سعر البرتقال 20. إذن يجب عليه أن يشتري فقط 3 وحدات من 3 كؤوس من البرتقال و5 وحدات من شرائح البيتزا. نتممها على شكل معادلات بسيطة. يعطينا حاصل قسمة المنفعة الحدية على سعر السلعة ما يجلبه الدينار الواحد من منفعة حدية. إذا قسمت أنا الآن 10 كيلوغرامات من البرتقال على سعر البرتقال دينارين فبعطيني 5، إذا كل دينار أعطاني 5 كيلو. بالفكرة ذاتها أنه المنفعة الحدية عندما أقسمها على السعر فبعطيني قديش، كم الدينار بعطيني وحدات إضافية. أوكي؟ وعلى سبيل المثال لو اشترى كريم شريحة بيتزا واحدة فإن الدينار الواحد الذي ينفقه هنا، وكرر وضع الجدول، لو أنفق دينار على البيتزا أو شريحة واحدة فإن الدينار الواحد يعطي البيتزا يجلب له 33.3 الوحدة. هاي إذن هنا إذا اشترى قطعة واحدة أو شريحة واحد بيتزا فالدينار اللي أنفقه
أعطى، لأنه قسمنا الآن المنفعة الحدية 50 قسمنا على دينار ونصف أعطاني 33.5. ولو أنفق الدينار على العصير لجلب 32، يعني اشترى بس وحدة عصير، أوكي؟ أعطته 40 بالمتوسط، هون 32 عفوا، هون أعطته 32 وهكذا. ولأن كريم عقلاني ويسعى من أجل تعظيم منفعته المستمدة من السلعتين، فإنه يزيد استهلاكه من السلعة التي تكون المنفعة الحدية منها أكثر، وهي البيتزا في هذه الحالة، ويستمر بذلك حتى يقف عندما يكون ماذا؟ حاصل قسمة. يقف ها، عندما يكون حاصل قسمة المنفعة الحدية the margin لشرائح البيتزا اللي هي X مقسم على سعر X سعر شرائح البيتزا مساوية للمنفعة الحدية لعصير البرتقال مقسم على سعر البرتقال، وهو ما نسميه توازن المستهلك، أي حيث يجلب الدينار منفعة حدية متساوية. منفعة حدية متساوية، لاحظوا هون متساوية 20 و20، لما قسمنا 30 وحدة من المنفعة الحدية لشرائح البيتزا قسمناها على دينار وسعر البيتزا يساوي 25 منفعة وحدة، يعني وحدة منفعة إضافية من عصير البرتقال على سعر البرتقال يساوي 20. إذا هنا يكون الجواب يعني يختار بالحالة هاي 5 شرائح بيتزا و3 كؤوس من البرتقال. النتيجة 30 على 1.5 تساوي 25.25 ويساوي طبعا 20. هاي هي التوليفة من X يساوي 5، شرائح البيتزا يساوي 5، وعدد كؤوس البرتقال يساوي 3، أي 5 شرائح بيتزا و3 كؤوس من العصير، وهي التوليفة من السلعتين هي التي تجعل منفعة كريم أعظم ما يمكن بسعر طبعا P of X يساوي 1.5 و P of Y يساوي 1.25. يمكن وضع الصيغة على بشكل آخر كما يلي: القانون اللي وضعناه اللي هو margin utility of X مقسم على price of X must equal margin utility of Y مقسم على سعر Y. إذا ضربنا ضربة تبادليا سعر Y في margin utility طبعا المنفعة الحدية في X، وسعر X مضروب في المنفعة الحدية ل Y، نحصل على النتيجة البسيطة التالية: ضرب تبادلي هذه تساوي هاي، يعني حاصل ضرب PY في MUX يساوي حاصل ضرب PX في MUY، وهكذا نقسم النتيجة هاي على PY في MUY اللي هي حاصل ضرب المنفعة الحدية لY مضروب في سعرها، نحصل على النتيجة النهائية انه حاصل قسمة المارجن يوتيليتي اللي هي المنفعة الحدية لX مقسم على المنفعة الحدية لY تساوي سعر X على سعر Y، وهو توازن المستهلك مرة أخرى، يعني بصيغة ثانية. تسمى التوليفة التي تحقق أعظم منفعة ممكنة توازن المستهلك consumer equilibrium توازن المستهلك. وقد يكون من السابق لو أن نتحدث عن كلفة هذه التوليفة، لكن من الضروري أن نطرح السؤال البسيط: هل استطاع كريم دفع كلفة هذه التوليفة من السلعتين، أم أنه تعرض للحرج؟ وحتى نجيب على هذا السؤال البسيط لابد من القيام بعملية حسابية بسيطة كما يأتي. بدي الآن أحسب حاصل ضرب سعر شرائح البيتزا PX في كمية البيتزا QX، وأضيف لها حاصل ضرب عدد سعر كأس البرتقال عصير البرتقال مضروب في كمية أو اللي هو عدد كؤوس البرتقال. فإذا كانت النتيجة مساوية لمبلغ المال الذي في جيب كريم، فإن كريم استطاع أن يدفع ثمن التوليف من السلعتين ودرأ الحرج عن نفسه. وإذا كان الجواب خلاف ذلك فإن عليه أن يعيد حسابه. بعد عملية حساب بسيطة نحصل على ما يلي: سبحان الله، سعر البيتزا في كميتها زائد سعر عصير البرتقال في كميته يساوي 11 دينار، وهي التي افترضنا وجودها، وهو المبلغ الذي كان في جيب كريم. إذن الآن هو يعني واجه قيد السعر الأولاني وقيد السعر الثاني، والقيد الثالث اللي هو ما هو موجود في جيبه من مال. نكمل. طبعا هنا بذكركم أنه حاصل الضرب هنا يساوي حاصل الضرب هنا، وحاصل الضرب هنا يساوي حاصل الضرب هنا، بس للتذكير. الآن يمكننا تحديد توازن المستهلك على الشكل أدنى من خلال النظر إلى النقطة المكونة أو المكونة من الزوج المرتب 3 و5، 3 كؤوس برتقال على محور الأفق اليمين، و5 شرائح
بيتزا على المحور الأفقي الأيسر، أوكي، والتوتال يوتيليتي بس بالتعويض نجمع التوتال يوتيليتي أو ما يسمى بالمنفعة الكلية اللي استمدها من 5 شرائح والمنفعة الكلية التي استمدها من 3 كؤوس برتقال تعطينا 295 حسب الجدول المذكور سابقا. أرجو الرجوع إليه. طبعا الآن هذه آخر شريحة. يسمى مجموع حاصل ضرب الكمية بالسعر لكل السلع كما ذكرت سابقا، خط أو قيد الموازنة، أو خط أو قيد الموازنة اللي هي طبعا مرتين كرة income or budget constraint online، وهو الحد الأقصى من المال الذي يستطيع المستهلك أن ينفقه على السلع المختلفة مهما كانت. ولو رمزنا إلى قيد الموازنة بالرمز I فإن قيد الدخل أو الموازنة الذي فرض عليك على كريم يساوي PX في QX زائد PY في مضروب طبعا في QY تساوي I اللي هي قيد الدخل، وقد بلغت قيمته عند كريم في هذا المثال 11 دينار وربع فقط لا غير، أي أن حاصل الضرب هنا زائد حاصل الضرب هنا يساوي I يساوي 11 دينار وربع. إن شاء الله المقطع القادم بإذن الله سيكون أو يتعلق بما تبقى من أفكار حول نظرية المنفعة، راجيا أن يكون قد قدم هذا المقطع الفائدة المرجوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى قريباً.